ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي واجبة على من اجتمع فيه شرطان، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، فمن لا يكون قادرا يعذر لماذا؟ ما الجواب؟ هل توفيق قصر فعيدك اليمنى سم إيه؟ ما سبب العذر؟ العجز، فمن لا يكون قادرا يعذر لعجزه، وأما من كان متمكنا من إظهار دينه فإن الهجرة حينئذ تكون في حقه مستحب، وأما من كان متمكنا من إظهار دينه فإن الهجرة تكون في حقه مستحب. فمتى تكون واجبة؟ إذا كان غير قادر على إظهار دينه مع القدرة على الخروج، واضح؟ طيب، ما معنى إظهار الدين؟ ممارسة أعماله الظاهرة من الزكاة والصوم والأذان. طيب يعني كل المشركون يعلمون المسلم كيف؟ كيف يظهر؟ يعني الكلام هو كيف يظهر؟ إظهار الشعائر بدون إخلال. نعم أنت. تظهر عدائك الكفار كيف؟ يعني تأخذ القنبلة وترمي عليهم؟ طيب وغيره؟ عبد الله ايش اول ايش يعني ايش قامت الدين؟ اظهار شعائره وابطال دين المشركين، اعلان شعائره، وعيب دين المشركين، ذكره جماعه من المحققين منهم عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن وأخوه إسحاق وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. وهذه مسألة صارت خافية على كثير من الناس، فظنوا أن إظهار الدين مرهون بإعلان شعائره كالأذان والصلاة والصيام بالاجتماع بالإفطار في المراكز الإسلامية وغيرها، وهذا بعض إظهار الدين، فإنه يقارن إعلان الشعائر عيب دين المشركين، أن يعلم منه أنه عائب دين المشركين طاعن فيه، وأما السكوت عنه فضلا عن مدحه واعتقاد أنه دين جاءت به الأنبياء فهذا يقدح في دين الإنسان، ويكفي الإنسان إذا كان إماماً وخطيباً أن يخطب عن إبطال هذه الأديان، ويكفي المسلم الذي لا يكون متوجهاً لشيء من الولاية الدينية أن يكون معروفاً بالحضور عند مثل هؤلاء، فهو يحضر ويقر كلامهم الذي يقولونه من عيب دين المشركين، وأن دين النصارى باطل وأن دين اليهود باطل. وأما الذي يزعم صحة دينهم وأنهم دين سماوي وأن هؤلاء على دين صحيح فهذا مرتد، الذي يصحح دين اليهودية ودين النصرانية هذا مرتد، لأنه مكذب بكتاب الله عز وجل، كلام الله عز وجل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان أخبر عن
لحوق فئام من أمته بالمشركين، يعني انتقالهم إلى بلدانهم ومصيرهم إلى ما صاروا إليه، والكفر ككفرهم. وهذا وقع في كثير من الجاليات التي تنسب إلى الإسلام هي على غير الإسلام. أنتم سمعتم قبل فترة موت المفكر الإسلامي روجيه جارودي، هذا المرتد روجيه جارودي، المرتد روجيه جارودي. هناك فتاوى للعلماء الشيخ بن باز وغيره في ردته ودعوته إلى الدين الإبراهيمي الجامع لدين موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يسمى مفكر إسلامي، لأن دين الناس الآن ما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، إلا قليل. أما تسمع الغربة وأنت لا تعرف حقيقتها هذا من جهلك بدينك. الغربة أن تبقى على الدين الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام لا تغيره الأيام، الدين الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي يبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليه. فلا يغيرن دينك السارح والمارح الذي يهرف في دين الله بما لا يعرف، وتمسك بما عليه العلماء الراسخون رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، وتعلم دينك قبل الظانين كما قال بعض السلف وابتدأ به البخاري كتاب الفرائض، تعلموا دينكم قبل الظانين وما أكثرهم. الآن هذا ترجمة البخاري وما ابتدأ به كتاب الفرائض، هؤلاء هم الآن الظانون، هم الذين صاروا يتكلمون في الدين، هم أكثر من يتكلم في الدين أهل الظن الذين يتكلمون بظنونهم وأهوائهم، فتسمع منهم مثل هذه المقالات التي تهون الدين في قلوب الناس، وتجعل من المسلمين من يتكلم في الإسلام ويصحح دين اليهودية والنصرانية. في باريس أقيمت صلاة الجنازة على الرئيس الفرنسي الراحل من المسلمين، هؤلاء مسلمون يقيمون الصلاة على رجل كافر؟ ما هذا الدين الذي جاءوا به؟ ما هو بهذا دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه وأن يعرف دينه وأن يتعلم دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلذ به وأن يتمسك به وأن يصبح ويمسي عليه، حتى لا يكون حاله حال هؤلاء الناس الذين صارت المسائل العظام في الدين يتكلم فيها هؤلاء ممن ينسب إلى الشريعة ويقال مفكرون إسلاميون، ويقال اليهود والنصارى على دين الحق، ويأتي الإنسان بكلام مجمل يقول أنا أقصد على دين الحق إن اتبعوا موسى وعيسى. وهل هؤلاء اليوم هم متبعون لموسى وعيسى؟ اليهود والنصارى اليوم كفار، سواء قلت على كرسي الدرس ولا على قناة تلفزيونية ما يتغير الحكم، هم كفار. هذا هو الذي يجب على الإنسان اعتقاده. وأما إطلاق الكلام المجمل فضلا عما يكون من بعض الناس من مدحهم ومدح دينهم وأنها أديان سماوية مشتركة وفق الحضارات الإنسانية والتعايش، هذا كل كلام أناس لهم مآرب ومقاصد، ليس أناس يريدون نصرة دين الله عز وجل. الذي يريد نصرة دين الله عز وجل يعرف الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل إبراهيم بن محمد علي باشا، سأل بعض الناس قال من العلماء؟ قال كذا وكذا. قال العلماء هم الذين رأيتهم في نجد لما جاء يقاتلهم، لأنهم دينهم واحد، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما في دين ثاني، الدين لا يتغير سواء كان المتحكم فلان أم المتملك فلان أم الدولة الفلانية أم الدولة الفلانية أم زمن العولمة أو زمن القولبة أو زمن القومية أو زمن الوطنية، الدين واحد. الإنسان يحرص على تعلم دينه، لأنك ستموت بعد مدة إن طالت أو قصرت، ثم ستكون إلى الله عز وجل، فلا ينفعك إلا جوابك الذي على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص أن تتعلم الدين الذي ينجيك إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى، هذا أهم ما على الإنسان. ولماذا الإنسان يعقد الدروس؟ ولماذا أحدكم يأتي؟ حتى يتعلم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه المسألة صارت خافية على الناس للجهل بدين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس صارت هذه المسألة من المسائل التي لا يتمنى ذكرها، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكثير من أهل البدع إذا سمعوا ما يخالف بدعهم من الآيات والأحاديث تمنوا لو حكت من المصاحب بالألفاظ، يتمنون أن تحك وأن لا تذكر هذه الآيات والأحاديث لأنها تخالف هواهم. لكن الذي يعرف الدين يعرف أن الآيات والأحاديث كما تدين بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
والسلف الصالح يجب عليها أن يدين الإنسان لله عز وجل بها ولو كان في القرن 15 ولا في القرن 20، الدين لا يتغير أبداً.